نجي دابا باش نحيد منها ونعمر بها اتي، وانا لقيتها كتكال وقلت اش هذا الشيء، وانا نحركها وهي داك هذاك المخلوقه ما عرفت سميتها، وهي تطير من تما هي وبنتها صغيوريه وفي اللون ديال هاد الشجره هذه. سبحانك ربي، وهاد الشجره هذه جبتها من هذه من واحد الناظر واحد السوق كيقولوا سوق سلوان، جبتها صغيره مسكينه وطلعت انتم كتشوفوا وعلام الزينه. دابا انا كنحادي فيها وكتطلع واحد الريحه غزاله غزاله غزاله. انتم شتي هذه كاع كلاتها، ها ها هي كنت هذه كلاتها، فهمت عمري زعما عمري شفت شي حاجه بحال هكا. كنشوف داك البخوش هذيك الدوده ولا خضره حتى هي، ولكن هذا النوع هذا ما عمري شفته. اللي كيعرف شي حاجه وشي دواء ولا شي حاجه يفيدني بها، الله يرحمكم الوالدين. ما فهمتش هذا الشيء والله. شوفوا تبارك الله طالعه طالعه بلديه، ما يعني داك الشيء صحي وزويون، ولكن تسلطات عليها هاد الحشره هادي ما عرفتش اش غندير ليها والله ما عرفت. هو المهم اللي كيف يعرف شي حاجه يفيدني بها. والله ودايره هنايا هاد النعناع، هو حتى هو طالع بلدي. هذا النعناع عادي، هذا ما رددوش، هذا النعناع العبدي. و زعما انا كندير شويه شويه، كنبغى هذا الشيء يكون بلدي عندي، كنبغى هذه مطيشه ها هي. وهذا عاوتاني وجدت باش نغرس النعناع، ولكن الا تسلطت عليا هاد الحشره هادي لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفتش اش غادي ندير ليها، ما عرفتش فين غادي نمشي دابا ونقلب اليوم على الدواء ولا شي حاجه ولا ما عرفتش. المهم اللي كيف يمشي حاجه يقولها لي في الكومونتير، الله يجازيكم بخير. كنديرها هكا باش يا اخي الا كانت شي وحده اخرى تحرك طير كيطيروا هاد الحشره هادي كطير. يلا خوتي خوتاتي نهاركم مبروك، صباح الخير عليكم خوتي خوتاتي، كديري لاباس عليكم بخير، نهاركم مبروك نهاركم جميل خوتي. لقيت هاد سلميه لويزا، يا ربي اسمح لي لويزا كتكال ليا، ها هي اللي عرف شي حاجه يقولها لي، الله يرحم لكم الوالدين. هاي هاي، وانا جيت كنحادي فيها كنقلبها شنو داك الشيء. شوف شوف شتي البعوشه قداش هادي، واش عندها دواء؟ هاي هادي واش شو كتهرب ليا، واش عندها شي دواء ولا لا؟ قولوا لي في الكومونتير الله يسهل عليكم. لقيت هاد السلميه هاد لويزه هادي غرستها بيديا، ها هي ها هي كطير، ها هي ما عرفتش اش هاد العجب هاد. ها شتوها دايره بحال داك بحال لويزه نيت، اللون ديال لويزه شوف سبحان الله يا راه عادل. شوف والده راهم هنا حتى ولادها، شتوها اللي كيعرف شي حاجه يقولها لي، الله يرحمكم الوالدين. هاي واش كتبان ليكم؟ عرفت ما عرفت واش كتبان ولا ما كتبانش. هي راه دايره خضراء، دايره بحال داك دايره بحال الربع بحال هاد اللون ديال الويزاني. حتى هي هي طارت، هاي شفتوه، هاي هاي وهي هادي اللي كتاكل ليا دابا. لا اللي كيعرف شي حاجه يقول لي شي دواء ولا شي حاجه، الله يرحم لكم الوالدين. يلا نهاركم مبروك. Bebek.